كتبت دكتور. إن شاء الله. طيب بإمكاني أكمل دكتور عشان الوقت. Okay. Now knee injuries. هلا knee injuries common in sports activity. دكتور عفوا قبل ما نكمل لسه كان في سؤال من لنا الخضر. Is it a prediction for injury if the patient has hyperextended knee? الهايبرextension is it a predictor for injury؟ yes. يعني هاي واحدة حقيقة من ال part of general ligamentous laxity. وبجوز هلا لما نوصل لل ACL راح تشوفوا ال table of differences between the male and female. واحدة منهم ال ligamentous laxity لأنه هذه بتخليك عرضة لل ligament injury وبتخليك عرضة أيضا لل patellar dislocation. معروف إحنا عندنا ligament laxity ومعرضة أكثر لل dislocation. شباب مايكاتكم بليز سكروها عشان الصوت. تفضل دكتور اسال. اوكي الان الني انجريز ار كومون ان سبورتس اكتيفيتي اند ذا اي سي ال اند منيسكال تير ار ذا موست كومون ريبورتد انجريز. ريبورتد علمتها انا بالازرق لانه لا شك انه النون ريبورتد انجريز ار مور كومون. يعني مثلا مايلد بروز سمبل ليجامنت سبرين للام سي ال او للليجامنتس muscle injuries هدول ال non-reported mild injuries اللي بتعالجوا بالفيلد هدول more common. لكن احنا كorthopedic surgeon ال reported sports injury في الني اكثر اشي common ال ACL وال meniscal tear. الان ال lower limb injuries are يعني mainly affected في ال sports activity. يعني بنحكي عن 60 to 90% of all injuries. هلا this is because of high overload جهد عالي في السبورتس اكتيفيتي وخاصه اللي فيها ركض وجامبنج يعني بوصل 10 اضعاف البادي ويت. المساله الاخرى السادن تشينج ان دايركشن هذا بيخلي عرضه للتويست وعرضه للانجري زي مثلا كره القدم. والفيزيكال كونتاكت بتوين بارتيسيبنت هذا اللي هو الكونتاكت. ومشان هيك حقيقه يعني البوليسيز تبعت الرياضات القوانين احيانا تلاقيها تحدث عشان نقلل خطر الإصابات الناجعة عن الكونتاكت بين اللاعبين. So بهاي lower limb injuries, the knee injury is the most common reported. إيش أنواع الانجريز اللي ممكن يصير في الني؟ ممكن يصير في العظم في البون fracture أو micro fracture. يعني لاحظ هنا intra-articular fracture هنا micro fracture بالإكسري ما راح يبين بس في عنده bone contusion اللي هو كدمة أو رضة على العظم. هذول المرضى اللي عندهم مايكرو فراكتشر ذيس از اولسو ان انجري. يعني ما بتقدر تخلي اللاعب يرجع يلعب بسرعه اذا عملت ام ار اي ولقينا بون مارو ايديما عاده ما بنخليهم يرجعوا يلعبوا عبين مع الاقل يصير الويت بيرنج يعني نوت بينفول. وطبعا الاختبارات الوظيفيه اللي راح نحكي عنها لاحقا ان شاء الله. ممكن تكون الاصابات في المصل سترين بس شد على العضل او يكون في تمزق وخاصه التمزق بيصير عند المسكولو تندينوس جانكشن. إصابات الأوتار اللي ممكن يصير تندون رابتشر زي مثلاً الباتيلر تندون رابتشر أو ممكن يكون أفالجين فراكتشر يعني الوتر بدل ما يقطع أخذ معه قطعة من العظم. إحنا بالنسبة لنا دائماً الأفالجين أحسن من الرابتشر للتندون لأنه الهيلينج بوتنشال القدرة على الشفاء للعظم أسرع من الأنسجة. مشان هيك مثلا إذا في واحد عنده فراكتشر نتوقع الهيلينج يكون أسرع من التندون رابتشر. ممكن تكون الإصابات في الكارتليج يعني كوندرال ليجنز إصابات في الغضروف السطح المفصلي زي هون. فبنلاقي إنه إحنا في عندنا كوندرال ليجن لكن العظم اللي تحته كويس جيد. وفي عندنا إصابات أوستيوكوندرال فراكتشر يعني في عندنا إصابة الغضروف مع قطعة من العظم اللي هو separated. وهذا مهم إنك جراحين في اتخاذ قرار العلاج. الآن ممكن يكون ligament ممكن يكون just sprain or complete tear of the ligament. الآن بالنسبة لل ligament sprain which is very common in sports injury إحنا نصنفها grades 1, 2, 3. 1 بيكون بس stretching على ligament بس ما في rupture لل fibers. بالgrade 2 بيكون في عنا اللي هو partial tear. بالجريد 3 كومبليت تير. هذول كيف كمان حتى بالفحص تقدر تميز بينهم لما تيجي تعمل مثلا على سبيل المثال لما يكون عندنا ام سي ال الميدال كولاترال ليجمنت لما بتعمل فالجاس ستريس. وهلا راح نيجي عليه كيف نعمل اكزامينشن. فالجاس في الاكستنشن ممكن يكون ثابت مشان هيك احنا بنعمل 30 ديجري فليكشن عشان نرخي او نبعد الايفكت للاستابيليتي تبع الاي سي ال.
او الكروشيت ليجمنت، بنعمل 30 ديجري فليكشن وبنعمل فالجاس ستريس، بنشوف قديش الجوينت بيفتح معنا. فاذا بيفتح قليل اقل من 5 ملي ذس از نورمال اور جريد 1، اذا بيفتح 5 ل 10 ملي ذس از جريد 2 انديكيت بارشال انجري، اذا بيفتح اكثر من 10 ذس انديكيت جريد 3 كومبليت رابتشر. So this is important in إلكو بالفيلد لما بتفحص الاستابيليتي للمريض، ومهم إنك جراحين كمان في قرار العلاج. المينيسكس تير اللي ممكن يكون طبعاً أشكال مختلفة، vertical, oblique, horizontal, radial، يعني أشكال مختلفة وفي أماكن مختلفة، لكن دائماً اللي بيهمنا بالدرجة الأولى على أساس نأخذ قرار سريع للعلاج أو لا، اللي هو displaced versus undisplaced. يعني أي لقى أي منسكال تير ممزوع وزايح من مكانه، هذا مؤشر انه المريض بحاجه لعمليه عاجله. اذا ممزوع ومش زايح من مكانه، وي هاف تايم. الان زي ما حكينا انه هو حسب التيشو بون ليجمنت الى اخره، كمان في عندنا سيفيريتي اوف انجري، يعني في عندنا الني ديسلوكيشن، ذس از كاتاستروفيك ميجر ايفنت ميجر انجري. لما يكون في عندنا مالتي ليجمنت رابتشر، في عندنا بون كونتوجن، في عندنا كابسولار تير او انجري، وبنفس الوقت في عندنا الانسيدنس اوف 20 to 40% اوف نيوروفاسكولار اصابات الاعصاب والشرايين. باتيلر ديسلوكيشن نفس الشيء، فراكتشرز، الميجر ليجمنت تير سواء سنجل اور كومبايند. بهاي الاصابات طبعا معروف انه نو داوت انه المريض ما بيقدر يرجع للملعب ولازم يطلع برا الفيلد، وفي الاغلب انه يتحول للمستشفى. ماينر انجريز، وهنا حقيقه الموضوع النقاش اللي بيصير في الملاعب. مريض ممكن يكون ماينر انجري عنده نون ديسبليز منسكال تير او جريد 1 ليجمنت انجري او جاست سمبل ني كونتوجن، هذول ذيس از ماينر، ذيس ار ماينر انجريز. وبيناتهم بين يعني مثلا تايب 2 ليجمنت سبرين، هذا مودريت مش ميجر ولا مايلد. فهدول التايبس اوف انجري اكوردنج تو ذا سيفيريتي مهم في الملعب عشان كمان ناخذ يعني الديسيجن ميكينج، القرار الصحيح في العلاج. الموست كومون انجري في الني انجري اللي هو حكينا الاي سي ال والمنسكال تير. هنا واحدة من الدراسات في سبيشالايز سنتر في البرازيل، عملوا دراسة حوالي 450 أو 500 لاعب في 33 رياضة مختلفة، قارنوا قديش نسبة إصابات الـ ACL المينيسكال تير والباتيلر إنستابيليتي والأذر من الكرونيك أوفريوز. ففي وجدوا أنه أغلب الإصابات، في 9 إصابات كانت العدد الكبير من هدول الـ 500. الملاحظ كان حقيقة في الدراسة إنه هدول اللي في كرة قدم، اللي في كرة يعني كرة قدم، كرة طائرة، فالي بول إلى آخره، كان الانسيدنس of ACL much higher than the incidence of meniscal tear. فإذا بتلاحظوا مثلا في الفوتبول كان 54% من الإصابات ACL بينما only 14% كان meniscal. نفس الإشي إذا بنروح مثلا على الهاندبول 47% ACL مقابل فقط 6% منسكال تير. فال ACL injury is more common in this type of sports. ونفس الاشي الجودو والجيوجيتسو. الان في المقابل اذا بتلاحظوا هون في الستريت رانرز كان المنسكال تير is more common than the ACL injury. يعني لاحظ 23% مقابل 10%. نفس الاشي الاثليتكس، العاب القوة اللي بيعملوا جامبينج وركض، لاحظ انه 36% المينيسكال ريت اوف مينيسكال انجري مقابل 12% الاي سي ال. سو ذا تايب اوف سبورت مهم عشان يحدد كمان ايش التايب اوف انجري اللي ممكن يحدث عند اللاعب، ليس فقط الميكانيزم كمان اوف انجري. لاحظوا هنا في الباليه دانسر هذول كان عندهم نفس الشيء المينيسكال تير اكثر من الاي سي ال، بس اذا بتلاحظوا هنا ايش كومون عندهم، هذه instability، instability. طلع لاحظوا 37%. الآن إذا إحنا بدنا نفكر هل هي الرياضة اللي 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 خلتهم عرضة، الباليه نفسه اللي خلى عرضة، ونتوقع كمان في الجيمناستيك، هل بتوقع إنه هو الرياضة ولا كمان في عوامل أخرى عند هدول اللاعبين؟ هيك by conclusion يعني نطلع من ال عوامل أخرى. دفنك عوامل أخرى. ليش؟ لأنه الباليه شو بيكون عندهم غالباً؟ هذا جوابي على أبو أسامة.
عندهم flexibility عالية. flexibility عالية. فتلاحظ بيعملوا بالي، فهم لأنه type of sports بنفس الوقت ال flexibility العالية، فكانوا عرضة للباتيلار instability. إذا في عنا intrinsic وفي عنا extrinsic factors، صحيح؟ صحيح. Okay. الآن sideline management of sports injury. It is extremely complex and challenging. ما بعرف أنتوا الآن يعني إخوانا المشاركين نسبة كبيرة في الملاعب موجودين، هل هو شيء بسيط ولا صعب إنك تعالج اللاعب بعد إصابة؟ دكتور؟ نعم. هلا برأيي أنا هو نوعا ما صعب، لأنه كمان اللاعب نفسه هون في تشالنج عليه إنه هو بده يكمل. هلا رح نيجي على هالنقطة. ممتاز. هلا رح نيجي عليها. الآن It is extremely complex and challenging. ليش؟ تذكروا هذا السلايد اللي بالأول. إحنا لازم نأخذ قرار. يعني أنا إني أسحب لاعب أطلعه من اللعبة مش قرار سهل. الآن لازم أخذ قرار أحول المريض للمستشفى، أعالجه وأرجعه للعب، ولا أعالجه وخليه أنزل واحد احتياط مكانه. صحيح؟ مهم. هذا القرار مش سهل، لأنه في عنا إيش؟ في عنا كوتش، في عنا لاعب، وفي عنا كوتش. صحيح؟ وفي عنا فانز. بدك كيف بدك توافق بينهم؟ هلا راح نيجي. خليكم تتحمسوا شوي. اوكي. So when evaluating on-field knee injury, what is the most important question? يعني انت بالنسبة لك كمعالج، خلينا نشوف سلطان. وين سلطان؟ نعم دكتور. شو رأيك؟ إيش أهم سؤال بالنسبة لإلك لما أنت عندك لاعب في الملعب وصار عنده إصابة؟ أهم سؤال في الإيفاليويشن إيش؟ كيف نصب؟ الانستابيليتي. قبل الانستابيليتي. هذا هو. Can the athlete bear weight or not؟ بيقدر يمشي عليها ولا لا؟ إذا مشى عليها هذا أريح إشي، خلاص ارتحنا. هاي أول مهمة صعبة، لأنه هاي إذا ما بيقدر يمشي معناته احتمال أنا أعالجه وأسحبه من اللعبة، واحتمال أعالجه وأحوله للمستشفى. فإذا بيقدر يمشي ولا لا، هذا أهم سؤال في الإيفاليويشن. ليش؟ لأنه إذا ما بيقدر يدعس على رجله ما بيقدر يمشي، معناته في عنا احتمالية عالية لوجود إيش؟ كسور. الآن طب إذا المرض بيقدر يمشي، هل هذا بيستثني وجود الكسور؟ أبو أسامة السؤال إلك. أكيد لا، لا ما بيستثني الكسور، لأنه في عنا كسور بسيطة، يعني ممكن تكون undisplaced patellar fracture، ممكن يمشي وعنده undisplaced patellar fracture، ممكن يكون عنده bone contusion micro fractures، ممكن يكون عنده isolated fibular fracture fibular head fracture، فتلاقي ممكن يمشي، لكن مجرد انه عمل اي overload او jump صار undisplaced fracture، صار ايش؟ صار له displacement. مشان هيك دكتور، مشان هيك في عندنا other criteria، مش ليس فقط انه هي كان بيروي، يعني ليس انه والله بيقدر اللاعب يحمي الوزن ويمشي معناته بيقدر يرجع للملعب، في عندنا other criteria. مشان هيك مثلا هون في عندنا fibular fracture، اذا شفتوا هاي الصوره وfibular fracture بايش بتفكروا؟ هذا خارج عن النص. وين ماجد البنا؟ كسر، في كسر. ماجد اذا شفت هون كسر في الفيبيولا، هون في هاي المنطقه في الفيبيولا، بايش بتفكر مباشره؟ سؤال صعب. بصير اجاوب دكتور؟ ايوه. مين؟ ممكن كونتاكت انجري دكتور. صحيح، ممكن دايركت انجري. اذا دايركت بيكون احسن ولا مش احسن؟ اي ثينك مش احسن. لا احسن، انا بحكي لك ليش. لانه هذا بينتج اما من دايركت انجري، دايركت اصابه مباشره، او اندايركت تويست. لا يمكن يكسر الفيبيولا هنا بالتويست الا اذا كان في عندي انكل فراكتشر سبلكسيشن، بنسميها ميزونيدي فراكتشر. يعني بتلاقي الانكل خلع ودفع كل الفيبيولا اوت، مزع كل الانتر اوسيوس ميمبرين وعمل هون. يعني هذول زي الويبر سي بنسميهم فراكتشر. مشان هيك اذا كان هذا دايركت كثير احسن لي، اذا كان اندايركت معناته مباشر، وين بدي احط ايدي على الانكل افحص الانكل في انجري ولا لا؟ صحيح. طيب الان اذا كان دايركت، شو بخاف من ايش؟ شو في عندي ستراكتشر بمر من هون؟ نيرف. نيرف، بيرونيال نيرف. مهم، البيرونيال نيرف بمر من هون، فضرور نعمل تشيك عليه. فهدول الفيبولر فراكتشر ممكن يكون سيمبل من دايركت كونتاكت، وممكن يكون فيري كومبلكس بارت اوف انكل فراكتشر ديسلوكيشن. لكن لما يكون كومبلكس يعني بارت اوف اذر انجري، طبعا المريض ما بيقدر يمشي عليها، نو واي انه يقدر يمشي عليها.
مشان هيك اذا المريض بيقدر يمشي لازم كمان نفحص يعني امور تانية. لاحظوا مثلا هنا في الكرايتيريا اوتاوا دول في كندا او البيتسبورغ مكان هادي في عندهم كرايتيريا متى نعمل اكس راي. لاحظوا انه الويت بيرينج جزء مهم، اذا هو انيبل تو بير ويت معناته لازم نعمل له اكس راي، معناته لاعب ما بيقدر يدعس على رجله في الملعب بدي احوله لوين؟ للمستشفى. لان اذر كرايتيريا ممكن يكون عنده تندرنس ات ذا هيد اوف فيبولا، يعني ممكن يكون اندسبليسد فراكتشر، فلازم انا افحص مش بس اكتفي بالسؤال. نفس الاشي ممكن يكون ايزوليتد تندرنس على الباتيلا، لما بحط ايدي على الباتيلا ممكن يكون اندسبليسد فراكتشر. مهم جدا هل المريض بيقدر يثني الركبه ولا لا اكثر من 90 درجه، لانه اذا ما بيقدر مع this indication to do x-ray this indication to transfer the athlete to the hospital. So how to evaluate، يعني انت الان عندك مصاب في الملعب مرمي على الارض يعني متمدد، بدك تقيمه، كيف بدنا نقيمه؟ observation اول شيء. اول شيء look، بنسميها look، بتشوف بالطب بيحكوها بالميديسن inspect inspection مشاهده، في العظام نحكي look. فانت بدك تطلع هل في زي ميكانيزم فرنجر دكتور، هل في يعني انت اول ما تيجي للاعب، جيت للاعب بدك تتفرج تشوف مكان اصابه على الركبه هل في deformity، هل في swelling. اذا في deformity this indicate ايش؟ يا اما displaced fracture كسر زايح او joint dislocation مفصل خالع. ولهذا في deformity معناته مباشرة راح نحكي شو راح لازم نعمل له لاحقا. اوكي، معناته اذا في كان deformity معناته اكيد ما نسحبه من الملعب ونحوله للمستشفى. اذا كان نفس الاشي swelling، في تورم، اذا تورم كثير معناته هذا المريض اصابته قوية. فيل، مريض كويس بيقدر يمشي لكن ما بيقدر يثني الركبة، لما تيجي تعمل له بالبيش بتلاقي انه ركبته ورمانه، بتحسه، بتحس الدم جوا الركبه، فيوجن بنسميه هذا، يو كان فيل ات، او فيل ذا تندرنس زي ما حكينا على الفيبولار هيد، على المينيسكس، على الليجامنت، على الباتيلا، لازم نحط ايدنا جنتل نعمل بالبيشن خاصه مكان الم المريض، الم اللاعب، فيري جنتل عشان ما نألمه، عشان احنا نقيم شو طبيعه الاصابه اللي عنده. الان كريبيتاس، كريبيتاس تعرف ايش يعني الكريبيتاس؟ طقطقه. ايوه، كريبيتاس يعني هاي اللي بيطلع، هذا انديكيت ا فراكتشر. مشان هيك اذا حطينا ايدنا وتحرك وحسينا كريبيتاس مباشره بنعمل سبلنت وبنحوله للمستشفى. نفس الاشي موف، حكينا واحدة من الكرايتيريا مهم انه رينج اوف موشن، بسال المريض بحكي له اللاعب اثني رجلك، اذا ثني رجله معناته هذا مؤشر جيد، اذا ثني رجله بشكل جيد معناته بنروح للنكست ستيب. لاحظ اللي جاوبني الاستابيليتي، احنا ما بنفحص الاستابيليتي اول شيء، لانه وهذا مهم جدا، لانه ممكن يكون اصلا عنده كسر، انا لما بروح بفحص الاستابيليتي شو بعمل في الكسر؟ بزيحه، صحيح؟ دكتور كلام سليم 100%. بدي انبه للشباب انه في الاخر في الرينج اوف موشن، اظن ان احنا ذكرنا الشباب زمان رينج اوف موشن تفحصه ب 3 ways. اول شيء بتدور على فول اكتيف رينج اوف موشن، اذا موجود بتروح على الفول باسيف رينج اوف موشن، اوكي، اذا موجود بتروح على الريزيستد، وهذا الترتيب دائما بناكد عليه. ممتاز، وهذا اللي بدي اكد عليه ابو اسامه، لانه ما تعمل ما يعني ما تحرك المريض بطريقه غلط. ممتاز، وهذا بناكد عليه لانه ما بيصير انا احرك مثلا واحد بالملعب وعنده سيفير سويلنج مثلا في الني، ما بروح بفحص الاستابيليتي، يوزلس، ما لها قيمه، لانه انا خلص قراري واضح بدي اعمل له سبلنت واطلعه اوديه للمستشفى. فالاستابيليتي انا بعتقد بنفحصها في بعض الحالات البسيطة، يعني لما يكون عندي minor injury المريض بيقدر يمشي، بيقدر يثني الركبة بشكل كامل، بعدين بروح بفحص له الاستابيليتي عشان أتأكد إنه سيف أرجعه للملعب ولا لا. الرينج اوف موشن إحنا حتى في العيادة، تخيل في العيادة بنبدأ إنه بنحكي المريض اثني ركبتك ومدها قبل ما إحنا نلمسه، لأنه ممكن أنا أجي أعمل flexion أألم المريض، أنا أسبب له ألم. مشان هيك الرينج اوف موشن نبدأ زي ما تفضلت بالاكتف، بعدين بالباسيف، بعدين اذا بدنا نعمل الريزيستنت.
الآن بعد ما نشوف range of motion والstability of the knee الآن test the activity level the functional test. يعني أنا ما بيصير إني أنا شفت injury بسيطة أرجع اللاعب للملعب بدون ما أعمل له rapid functional test. وهلا راح نيجي عليه لاحقا. So when to help the athlete out of participation, يعني أحكي لللاعب ما لازم ترجع تلعب خلاص. متى؟ إذا كان ما بيقدر يدعس على رجله unable to bear weight. إذا كان knee injury significantly affect range of motion, مشان هدول التنتين أحكي المرض امشي وإثني إذا ما بيقدر يعملهم معناته غالبا راح نسحبه من خارج الملعب. significant swelling or knee hemarthrosis, يعني المريض بيقدر يثني وبيقدر يدعس عليها لكن فحصته ركبته ورمانة ما بخلي يرجع يلعب. Obvious crepitus, deformity, step off, كل هدول indication of fracture. أكيد هدول حتى ما بنفحص يعني مباشرة, بنعمل له splint إذا كان موجود وبنبعته للمستشفى. Significant knee instability. وهلا رح أعطي مثال لاحقا كيف إحنا بنقيم هذا الموضوع. Inability to perform a basic activity level needed for their specific sports. يعني لاعب كرة قدم بدخل يعمل cut وبدخل يعمل landing وبدخل يركض full speed قبل ما إني أرجعه للملعب. وهنا المسألة الأخيرة وهي مهمة, يعني الأثليت doesn't wish to continue, هو ما بده يكمل, ضروري نحترم رأيه, ضروري جدا. إذا اللاعب بحكي لك أنا ما بقدر خلاص ما بدي, حتى لو أنت شايفه functionally ممتاز ما بيصير ترجعه للملعب. أوكي. So injured athletes who do not meet these criteria, يعني ما عندهم هدول الشغلات, لاحظ may be cleared to play. Maybe. ليش؟ What we have to do? نعم. لازم نعمل functional testing دائما. أيوة. مشان هيك هلا أنا رح أعطي مثال هون ونحكي عن هذا الموضوع. الآن في عنا هاي الانجري direct impact from posterolateral. Football player عنده direct trauma. عنده pain at the medial side على الجهة الداخلية للركبة, بيقدر يدعس على رجله. أول كم خطوة كان عنده limping وبعدين راح, وبعدين عنده full motion يعني بيدعس عليها وبتحكي له ثنيها بثنيها كامل وبيمشي كويس. الآن what's next, الخطوة اللي بعد functional. لا قبل functional stability دكتور. stability أول شيء بدي أفحص swelling, صحيح؟ مش حكينا إحنا إذا المريض بيقدر يعمل هيك بدي أشوف هل ركبته ورماني ولا لا, صحيح؟ فإذا لقينا عنده هيم أرثروسز دم في الركبة this indicate significant injury حتى لو بدعس عليها. إحنا ترى بنعرف من خلال البراكتس تبعنا في عنا variation pain threshold, يعني في بيجيني واحد عنده fracture بالفوت وبيمشي عليها, وفي عندي واحد عنده ankle sprain ما بيقدر يمشي عليها, ففي variation. ولهذا مش كل إشي سبجكتيف له علاقة مع المريض, في إشي أوبجكتيف له علاقة معنا مع مشاهداتنا. فمهم هلأ إذا المريض وضعه كويس وبحكي أنا كويس بدي أفحص ركبته في سويلينج ولا ما في هيم أرثروسيس. وهي الطريقة كيف إحنا نفحص, بجوز أغلبكم بيعرف كيف. لاحظ هنا الرايت ني الليفت ني, ملاحظ قديش السويلينج, ملاحظين؟ هذا بسموه فلكتشويشن تيست بالبابل. هلا شوف هون كمان في عنده شوي فيوجن سويلينج, هاي بنسميه, لاحظوا هون بنسميه فيجوال فلكتويشن. راح تلاحظ الفلويد طلع عمل بلج, فهون عنده مايلد, هون عنده سيجنيفيكانت. نفس الشيء هلا بدنا نفحص الاستابيليتي. الاستابيليتي هيك بنقيمها, طبعا هاي بنفحص الفالجس على فول اكستنشن وبنفحص الفالجس ستريس على 30 degree flexion. وإحنا بنعرف إنه لما بنعمل full extension بيصير البوستيرال كابسول, بيصير أوبليك ليجامنت اللي حكيناها في الأناتومي, بيعملوا تنشن الـ ACL, فكله بيمنع الفالجس. فإذا كان الني ثابتة against valgus stress على full extension, this does not mean إنه ما في MCL tear. لازم نفحصه على full extension ولازم نفحصه على 30 degree flexion. لاحظ هون it's relatively stable على extension, بينما لما بتعمل طبعا lax, بس في فرق ما بين ال extension وال flexion. بعتقد الفكرة واضحة مش هيك؟
يس دكتور. نعم دكتور واضحة. الآن مريضنا pass this test. المريض اللاعب اللي شفنا صورته ما عنده swelling, ما فيه hemarthrosis, وفي عنده اللاكسيتي سيمتريكال, يعني الاستابيليتي سيمتريكال. ولاحظوا انا حطيت سيمتريكال, يعني اولويز اكزامين ذا نورمال سايد, لانه في ناس عندهم ليجامنتس لاكسيتي, اذا فحصت وني فممكن تخطا تحكي انه في عنده ليجامنت انجري, فاولويز كومبير. انا بتذكر اجاني مريض كان مقرر له اي سي ال, لما فحصت النورمال سايد كانت نورمال, كان الاي سي ال بس سبرين ما في تير, ولما فحصنا النورمال سايد كانت this is lax, his normal knee, فضروري يكون symmetrical to examine the normal side. إذا المريض ما عنده laxity وما عنده hemarthrosis, what's next؟ شو لازم نعمل الآن؟ نرجع يلعب؟ functional test دكتور. functional test ممتاز. إذا the player must pass a functional progression test. شو يعني؟ الآن نخليه أول شيء يركض ركض خفيف, يعمل lazy figure of eight, بعدين بنزود السرعة, نخليه يعمل cutting, نختبر cutting ability تبعه, وبنفس الوقت landing. يعني بمعنى آخر he must be able to do full speed running, planting, يعني landing تبعه, cut with the injured side. إذا passed the test, الآن كأنما إحنا بنعمل simulation, يعني ما بنجرب في اللاعب, نحكي له روح جرب, نعمل له simulation of the game environment قبل ما نرجعوا للملعب. إذا قدر يعمل كل هاي التفاصيل التست with minimal discomfort and effort, يعني ما احتاج effort عالي, والdiscomfort كان mild, معناته he is eligible to return to the game. صحيح؟ طيب هذه السؤال إلك, what's next؟ نخليه يرجع ولا في إشي تاني مطلوب منه؟ لازم يروح through sport specific rehab program بعدين نرجع. طيب راح نرجع, شو مطلوب منا نعمل؟ شو بده هو يرجع؟ نراقبه الدكتور نشوف ممكن بالبداية. لا اوكي بس everything is okay الان, دخليه يرجع مشان هيك يرجع اذا هو توافق دكتور اللاعب اذا وافق يرجع او لا. لا لا مش وافق, هلا بنحكي لك هذا موضوع الان مهم. ارجع بالتدريج. هاي رغد. حكيم كيفك يا رغد؟ برجع بالتدريج. لا هلا بدي احكي لك. هلا احنا زي المريض اللي بيجينا للعياده هو ما بيعرف, فاحنا لازم نبلغه بعدين هو ياخذ قراره. فانا لما شفت انه هذا اللاعب eligible to return to the game برجعه, بس بشرط لازم ايش؟ لازم اشرح له, هذا مهم, لازم اشرح له واشرح للكوتش تبعه واشرح للاهل اذا كان يعني صغير لاعب عمره 13 14 سنه, لازم اشرح له ولاهله وللكوتش انه احنا هيز اليجيبل بيقدر يرجع, لكن مهم في عندي ريسك اوف ري انجري اعلى من غيره, وفي عندنا ريسك اوف سيجنيفيكانت ديكلاين ان ذا بيرفورمانس, يعني هو ما راح يرجع, احتمال انه ما يرجع بنفس الليفل. هذا مهم نحكي للمريض. ليش؟ لأنه الاتيتيود تبعنا الابروتش لازم يكون toward the athlete not toward the game. شو يعني؟ يعني أنا بالنسبة لي مهم اللاعب مش مهم اللعبة, أنا medical provider, فأنا حتى لو كان اللاعب مهم أساسي للعبة للجيم ما بهمني, أنا بطلع على اللاعب. الآن الاتيتيود toward the athlete شو يعني؟ شو أهمية اللعبة للاعب؟ اللعبة أهميتها للاعب إنه هو بده يحقق إنجاز, صحيح؟ مش هيك؟ لكن ما لازم أشوف شو أهمية اللاعب للعبة, لأن إذا أنا حطيت إنه هذا لاعب مهم لازم أرجعه, أنا وقتها ظلمته. ليش؟ لأنه احتمال ما يرجع بنفس الـ performance level تبعه قبل, فبالتالي بدل ما يكون كريدت للفريق يكون عبء عليهم. فلازم يكون قرارنا it is based purely upon the best interest of the athlete, يعني لمصلحة اللاعب. أنا ما لازم أكون مثل الكوتش ولا لازم أكون مثل الفان المشجعين أو المدرب أو الأهل, لأنه هدول بدهم يشوفوا اللاعب بلعب, بس أنا ما بهمني, أنا بهمني أني أنا أرجعه سيف للملعب, وحتى لو أنا شفت أنه إليجيبل لازم أشرح له أنه في ريسك وهو يأخذ قراره. هاي مسألة مهمة وما لازم نقصر فيها بعتقد مع اللاعبين. الآن نيجي سؤال إذا سمحت, خليها هلا في discussion questions. نيجي لنفس اللاعب لو كان عنده إشي مختلف,
يعني لو هذا اللاعب صار عنده تويست مع الفالغاس صار تويست، احنا بنعرف التويست ممكن يخلي مور سيجنيفيكانت ليجامنت انجري وممكن يخلي ايش منسكال تير. طيب لو هذا اللاعب كان عنده تويست وبنفس الوقت عنده ألم وظل عنده مايلد ليمبينج، ولما فحصناه طبعا هذا الفيديوهات فور ديمو، لما فحصناه وجدنا انه ما بيقدر يعمل فول اكستنشن، بنرجعه يلعب؟ اكيد لا، صحيح. شو الدايجنوستس، شو بتتوقعوا التشخيص؟ نعم اكيد اشي بالمنسكس صار، بس ممكن يكون في اشي ثاني معه. يعني غالبا بيكون ديسبليز منسكال تير، صار تمزق في الغضروف وطلع من مكانه فعمل لوك للني ما بيقدر يعمل. في بعض الحالات حقيقه بيكون الاي سي ال رابتشر والستامب تبعه بيعمل لوك، بس هدول اقل، هدول بيجوا معهم هيم ارثروسيس. بينما المنسكس، وهي ميزه المنسكس، انه المنسكس ممكن اللاعب يصير عنده انجري وما يصير عنده سويلينج، يعني ممكن السويلينج يصير ثاني يوم بعد 8 اورز بعد 10 اورز. فمشان هيك مهم نتاكد، لانه حتى مال منسكال تير ممكن انه يرجع يلعب، يعني اذا باز ذا فانكشنال تيست والى اخره وما عنده سيجنيفيكانت سويلينج ممكن يرجع يلعب، لكن اذا عنده لوس اوف اكستنشن فول اكستنشن اكيد ما لازم يرجع يلعب. اوكي سو في هذا اللاعب اللي عنده loss of extension، فشو راح يكون هنا بعد ما عملنا الانيشال مانجمنت؟ ايش الكونكلوجن تبعنا؟ نحوله للمستشفى ولا نعالجه وبعدين نعمل له later consultation للاورثوبيدكس، ولا نخليه يرجع يلعب على المشفى؟ لا هنا ما في، ايوه هنا ما في ضروره للارجنت ترانسفير للمستشفى، لا بيقدر يكمل اللعبه، بتعمل له ايسنج وتعطيه مسكن والى اخره وتعمل له بريسنج ويكمل يحضر اللعبه مع يعني فريقه وبعدين تعمل له كونسلتيشن، لانه في حالات الميجر هذا بدك تحوله. حاله زي هاي والمرض بيقدر يمشي بس مع شويه عرجه، تقدر ما تحرمه انه يكمل انه يشوف المباراه. اوكي ناو اذا هون بسحبه من اللعبه وبعمل له ليتر كونسلتيشن. سو اذا باي كونكلوجن احنا في عندنا الريتيرن تو بلاي جايدلاينز، وهذا هو حقيقه الجزء المهم في عملكم، انه هل اخلي المريض يرجع اللاعب يرجع يلعب ولا لا. اهم شيء انه نخلي في بالنا الابروتش توورد ذا بلاير، نوت توورد ذا جيم، نوت توورد ذا تيم، اوكي، نوت توورد ذا كوتش. وي ار نوت فان اور كوتش فور هيم، وي ار جاست ميديكال بروفايدر. الويت بيرنج ابيليتي مهم، فول رينج اوف موشن، نون سيجنيفيكانت سويلينج. مال سويلينج ما بمنع بس سيجنيفيكانت اكيد، حتى لو المريض حكى لك انا بقدر. ذا ابيليتي تو بلاي ذير سبيسيفيك سبورت بوزيشن، لازم يكون عنده الرغبة إنه يرجع يلعب، مهم، لازم نحترم رغبته. وبعد ما نشرح له الـ inherent risk of re-injury أو الـ lower performance. فthese are the guidelines. الآن can we prevent the knee sports injury؟ أبو أسامة؟ A certain degree, yes. نعم؟ To a certain degree, yes, مش completely. Yes. We cannot. هذا زي الانفكشن في العمليات. We cannot prevent. لكن we should have a preventive measures to reduce the risk. يعني احنا زي الانفكشن في العمليات، ما بتقدر مهما كنت حريص الا يصير انفكشن. لكن انت لازم تاخذ كل ال preventive measures عشان تقلل ال risk of infection. نفس الاشي احنا لازم ناخذ كل الميجرز عشان نقلل ال risk of injury but we cannot prevent تماما. So the aim is to reduce the risk. We hope to prevent but at least we know that we can reduce the risk of injury. هدول ال preventive measures اما intrinsic، يعني عوامل لهم علاقة بالphysical fitness تبع اللاعب ولها علاقة بالtraining strategies، بالتدريب المدرب والتيم الفريق اللي مشرف عليه على اللاعب، ولها علاقة extrinsic خارجية environmental، مثلا لها علاقة بقوانين اللعبة sports rule، دوره بالفريق، change in policies، equipment recommendation. أنا ما راح أحكي عن هدول، أنا بدي أحكي عن الـ intrinsic الـ physical fitness والtraining strategies للمريض. الآن هدول لازم يركزوا، بجوز أنتوا هذا في هذا المجال أكيد أحسن مني، لازم نركز على أبو أسامة. سيدي أنا جاوبت أنه to a certain degree yes، لأنه هذا بالضبط هو اللي كنت أقصده،
وهذا بالضبط هو اللي احنا بنعمله في ما يسمى البي سي ام اي. نعم. كثير من الحين في بعض الانديه مش موجود بري كومبيتيشن اسيسمنت، تعطيني وين في عندي ويكنسز، وين في عندي امبالانسز. فاذا انا بحل هذول قبل الاصابه انا بكون فعلا خففت النسبه. صحيح. اه خففت ما بلغيها بالضبط. وذيس از وات اي مين، يعني احنا الفكره ابو اسامه انه احنا لا نحبط اذا عملنا كل جهدنا وصار عندنا انجري، لا نحبط لانه وي كان كانوت بريفنت، وي كان ريديوس شو. اوكي ذيس از ذا بوينت بارت اوف ذا جيم. احنا عشان نقلل هاي الاصابات لازم نهتم اكثر بالانترنسيك فاكتورز كمان، مش بس بالاكسترنسيك. وهدول بتضمنوا حقيقه السترينث، الانديورنس، البالانس والبروبريوسبشن. الان هدول بنسميهم احنا ذا نيوروفاسكولار او نيورماسكولار عفوا اكسرسايز انترفينشن، وهدول بجوز اللي انتم احسن مني اكيد احسن مني فيهم. الان بنركز على ايش؟ على التمارين اللي بتحسن البالانس، يتحكم بالسنتر اوف جرافيتي تبعه اللاعب، الامبروف سترينث، والامبروف الاجيليتي اللي هو الكوردينيشن، الكاتينج تكنيكس وسكيلز واللاندينج سكيلز. فهذول مهمين حقيقه عشان نقلل الريسك اوف انجري. المساله الاخرى الورم اب، يعني اكيد حتى لو اللاعب متدرب كويس ومتهيئ وعنده فيزيكال فيتنس لازم يعمل ورم اب قبل ما يدخل للملعب، قبل ما يلعب. الان من ضمن هذول طبعا تمارين الاسترتش، واكيد كلكم بتشوفوا اللاعبين وهم بيعملوا ستريتشنج قبل، يعني مثل ذس نايس ليدي لازم تعملوا ستريتشنج ولا لا يا ابو اسامه؟ اوكي فلازم نعمل ستريتشنج. وبنفس الوقت اللي هو الاكسرسايز الايروبكس، الايروبيك كومبوننت واللايت اكسرسايزز. يعني في هون مثلا فيديو عن اللايت الفورورد والباكورد شاتل رانينج بيسموه، السايد شفل، وفي شيء بسموه كاريوكا، مش هيك ابو اسامه؟ هذول كلياتهم اللاعبين ممكن يعملوا هاي التمارين ورم اب قبل ما يبدا في اللعب. لكن السؤال هل هاي كافيه التمارين؟ مش كافيه. شو لازم يعمل؟ اوكي لازم يعمل النيورو ماسكولار انجري بريفنشن اكسرسايزز including the balance, the strength, the agility, كلياتها should be or must be part of warm-up exercise. يعني لازم يعمل سكوات ولانجز وغيره قبل ما يرجع للملعب، وبروبرسبتيف اكسرسايز كلها لازم تكون part of warm-up exercise، وهذا بيقلل الريسك اوف انجري. هلا في شيء interesting انه السترينث في الليترشر في الدراسات لا شك انها بتقلل الريسك اوف انجري. وكان في مؤشر او يعني ايدنتيفاير الباربل بسموه سكوات ريليتيف سترينث، كلما كان الريليتيف سترينث بالسكواتنج اعلى this found to be more protective against injury. The same is for eccentric exercises for the hamstring and the quadriceps, and this found to improve the architectural بسموه adaptation of the muscle and found to be a protective against injury. ذا سيم طبعا احنا مهم بالنسبه لنا اللي هو مش بس الثاي ماسلز، الليج ماسلز، ونهتم بالكور ستابيليتي والهيب سترينثنج اكسرسايزز. سو وي هاف اذر ميجرز اذر ذان اكسرسايزز، وهذول مهمين. دونت دو اوفر دو، يعني دونت اوفر دو، يعني بمعنى اخر اللاعب اذا بده يحقق شيء كويس ما لازم يضل يعمل اوفر تريننج، لانه هذا في عليه حتى دراسات انها راح تقلل البرفورمانس تبعه. فما لازم نعمل overdo، نفس الوقت ما لازم يخسر الفتنس تبعه اللاعب، يعني بمعنى آخر should be engaged in a low intensity activity، يعني مش خطأ لاعب كرة القدم يروح يسبح، يعمل cycling، يعمل يوغا، مش بس إنه يعمل تدريبات لكرة القدم وstrength وإلى آخره. Reduce stress and relaxation، وإحنا بنعرف إنه الstress بيأثر على mental function وبيأثر على physical performance. الجود سليب، وهذا مهم، يعني اذا لاعب عنده مباراه ما لازم يوصل في نفس اليوم من المطار وبعدين المساء يروح يلعب، لازم يكون عندهم جود سليب قبل اللعب. الاوفر ويت شود بي افويدد لانه ذس از ا ريسك اوف انجري، وموجود في كل يعني في كثير من الدراسات. وعلمته هنا بالازرق فول ريكفري فروم بريفيوس انجري، وهي احنا مشكلتنا مع اللاعبين في الاردن وفي غير الاردن بس في الاردن تحديدا، لانه مع الاسف كثير من اللاعبين يعني رزقته انه يشارك بالموسم، واذا ما شارك في الموسم ممكن يخسر الى اخره. فبتلاقي يا دكتور
انا بدي اعمل عمليه بسرعه وبدي ارجع للعب بسرعه. وهاي مشكلتنا دائما. وبجوز انا ابو اسامه بتذكر لما اجيت من المانيا كنت بجوز اول الناس اللي كنت ابعث لكم فانكشنال تيست لخالد زيدان، مش هيك؟ يعملنا فانكشنال تيست، يعني بشرط قبل ما ابدا اعالج اللاعب بحكي له انه هذا زي العقد بيني وبينك، انا بعمل اللي علي وانت مطلوب منك ترد على التعليمات. ما بيصير انا اعمل عمليه ويصير ريكفري وبعدين قبل ما تكون فانكشنالي ريدي من ناحيه وظيفيه جاهز تروح تلعب. وهذا المشكل اللي بيصير، اغلب الاصابات اللي بتصير بعد العمليات هو المريض غير جاهز. يعني ليش المريض بيجي للعيادة نعمل له تيست واختبار وركبته ثابتة وعضلاته قوية وكل شيء تمام، ليش لما يروح على الملعب يصير ري انجري؟ هون لازم نسأل نفسنا هذا السؤال. واحدة من أهم الأسباب إنه he's not functionally fit. ما يعني مشان هيك اجتياز الاختبارات الوظيفية في كل لعبة بعتقد لازم يكون في بروتوكول، لازم يجتازها اللاعب قبل ما يرجع يلعب، وإلا he is at risk of re-injury. Okay, now it's open for questions and discussions. طيب دكتور أسعد شكرا جزيلا. أنا راح أسأل إلى كم من سؤال اللي كانوا موجودين على الديسكشن بورد وبعدين راح نفتح المجال إذا صار في معنا. بس هذه بدنا حوالي يعني 5 to 7 minutes لأنه الكومينج is more interesting to me. الآن راح أحكي على الجراحة والعمليات، فبعتقد مهم إنه يكون له وقت إن شاء الله. Will be very quick. آخر سؤال نحط على البورد سريع. من لانا بتحكي الستاتيك ستريتشنج ايش الايفكت على الستاتيك ستريتش على المسل باور، وليش نعمل ستاتيك ستريتش قبل الجيم اذا احنا الجيم تاعتنا مود دايناميك؟ يعني هو هذا السؤال انا بوجهه لك هادي، يعني بجوز انتم بالفيلد ضمن اختصاصكم اكثر. يعني احنا نعرف انه الستريتشنج مهم جدا، الستاتيك والدايناميك ستريتش، بس يعني بعتقد يعني اذا بعمل فورورد لهذا السؤال لك وانت تحكي لنا من خبرتك او ابو اسامه يحكي لنا لان انتم متخصصين اكثر في هذا المجال. الاستاتيك ستريتش دائما بكميه الدم اللي موجوده على العضلات بتخف during static stretch، وفي بعض الاستديز بتحكي انه بيقلل شوي صغير بضعف من الكونتراكشن. واليفضل الدراسه اللي عملت على NFL players إنه static stretching actually زاد نسبة الإصابات عند هدول اللاعبين، فكان البروتوكول تغير إلى إنه نحط dynamic stretches قبل اللعب أفيد كثير من static stretching. هذا هو الجواب على لا لا. أنا بس أعلق كجراح، إحنا حقيقة يعني مع dynamic stretches، static stitches بنركز عليها إحنا للمرضى اللي بعد الإنجريز وبعد الأوبريشنز بتكون mainly to regain full range of motion، يعني أكثر منه للمصل إحنا بنعمله stretching للjoints. بالضبط. طيب في السؤال هذه بس ثواني صغيرة. أول شيء أعتقد دكتور أسعد حيوافق معنا إنه about 65% الصوت بالله أبو حمزة أبو أسامة الصوت. أعتقد إنه إحنا بنتذكر إنه في ريسيرش حكى إنه 65% من سكان الكوكب عندهم تايتنس، بديش أسميها شورتنس، عندهم تايتنس بالهامسترينج. فلما نكون نحكي على بوست أوبراتيف بيشنت، الستاتيك ستريتشنج هي الوسيلة اللي تستخدمها أنت to improve the range of motion بهاي الجزئية. هسا once they are active and they are playing sport، أنا بوافق مع هذه 100%.